ما فيش غيري، فكان طيب بيجيب لي طيب الفوازير. قول الو بقى وكل سنه وانت طيب. الو يلا الو الو، ازيك يا بابا؟ حبيبي ازيك؟ ازيك يا محمد يا مصري؟ كل سنه وانت طيب يا حبيب محمد يا عامل ايه يا مصري. بابا؟ كل سنه وانت طيب وبخير كده، ودايما في وسطنا ودايما مجمعنا يا رب ان شاء الله باذن كل الله. سنه كل سنه وانت طيب وعيالك طيبين وربنا يطمن عليك يا حبيبي، احنا ايه ده مستنيينك كده، يا مفيش رب. حاجه، احنا معانا، احنا دكتور ايهاب. انا سايبك يا حاج محمد، يعني دكتور الكلمه ايهاب بقى انا بقى، طلعت دكتور بره ايهاب، الحاله دكتور خالص. ايهاب الكومي معايا سايبك اهو، فقلنا نعيد عليك ونقول لك كل سنه وانت طيب. يا سيدي، اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب يا كابتن كل ايهاب. سنه وحضرتك طيب وبخير وبسعاده، ورمضان كريم على حضرتك وعلى الاسره الكريمه. سلم علينا وعلينا وعلى الامه الاسلاميه بخير ان شاء الله يا سيدي. بتكلم طبعا مع اخويا وصديقي كابتن ايهاب المصري، الراجل يعني بيتكلم عن حلوان وذكرياته في رمضان، وازاي حضرتك كنت بتاخده قبل الفطار تروح تجيبوا العريسوس، سوس تجيب التمر هندي، ايوه ويوم ما جبت له العجله، فعمال ايوه يسرد في الذكريات الجميله اللي ايوه ما زالت متعلقه في ذهنه حتى الان. تفتكر اول فانوس جبته لإيهاب كان امتى يا حاج محمد؟ كان عنده حوالي 5 6 سنين كده، او اقل يعني، مثلا قبل كده كمان، كان ابو سامعة بتاع زمان. ابو شاوة لسه بيقول لسه ابو شمعة. الفانوس ابو سامعة بتاع زمان. هو بيجيب لاولاده فوانيس ولا حضرتك برضو اللي بتجيب دلوقتي؟ لا هو بيجيبه برضه، واحنا نجيب، لا احنا بس لينا ثواني، اللي هو هم، بقول حاجه برضو يعني، قول احنا الناس اللي هم للحاجات برضو، هم دايما زياره دكتور ولادي ايهاب. لحلوان. دكتور ايهاب انا سامعك يا حاج محمد، بس ايهاب بيقول حاجه لو حضرتك سامعه قول يا ابو ايهاب. ما ينفعش زيارتي لحلوان تبقى الولاد يرجعوا بدون فاضي، لازم زياره حلوان والدتي او والدي يجيبوا لهم اي حاجه، لبس، لعب، هدايا، اي حاجه، لان هم يعني بيقعدوا. ايهاب عارف بيجي حلوان، عارف لو هيطلع بفايده في الاخر. ربنا يخليك له دايما يا رب، دايما الله يبارك لك، الله دايما يبارك لك يا دكتور، الله يخليك يا دكتور، كل سنة دايما، وحضرتك طيبة وربنا جدا. يخليك ليهم، ودايما كده بحسك بيتك مفتوح، وإيهاب وأولاده يكونوا عندك على طول، هو أنا ممكن ودايما أحكي يحتاجك موقف، على رمضان. ممكن أحكي موقف بس قول بعيد، هو بعيد عن رمضان. قول. والدي عمله معايا، أنا فخور بالموقف يعني، مش بس ما أقدرش يعني، مش موقف بالنسبة لي يضايقني، لا بالعكس، وأتمنى هو يمسك نفسه في الموقف عشان أنا عارفه ممكن يبقى. انا في مره واحنا صغير، هو والدي كان موظف في الشركه يعني، في احد الشركات، فانا كنت بلعب في نادي المقاولين، فعايز اجيب جزمه زي زمايلي، بجزمه بحاجه كويسه يعني، فهو اداني مبلغ، فنزلت، الجو كان حر جدا، فنزلت وقعدت الف في مدينه نصر وفي عباس العقاد والف على اللي انا اجيب الجزمه، ما فيش، ما مش يعني السعر سعر أغلى. اعلى واغلى، فروحت بعيط ومتضايق، انا فاكر الموقف. فراح من الغيظ اللي هو هجيبها لك هجيبها لك، راح مسك بايديه كده وكسر ازاز البلكونه، كسر ازاز البلكونه وقال لي هجيبها لك مالكش دعوه، وقعد يعني، يعني هو اتضايق جدا وتاثر معايا، وجاب لي الجزمه يعني، جاب لي الجزمه. فالراجل تعب معايا، هو والدتي، انا ما اقدرش انسى لهم فضلهم ولا تعبهم معايا في طول حياتهم، وقفوا معايا كتير جدا 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 لحد اللحظه، بيقفوا معايا في ظهري دايما، اي حاجه ممكن يعني مش عايز اقول لحضرتك، لو في اي وقت بلاقيهم في ظهري، بلاقيهم متواجدين معايا، بلاقيهم بيفكروا في مصلحتي قبل اي حاجه يعني، لو في اي ضائقه بفكر يعني بتحصل، لا هم لو السند، السند يا السند السند والظهر، يا كابتن ايهاب وربنا يبارك لي فيهم يا رب ويخليهم لي، واقدر ارد لهم ولو جزء صغير جدا من اللي هم عملوه معايا.